ليك الله يبارك فيك. كلمينا النهارده عن تجريمك بخصوص مسلسل دورك وش تاني. والله انا مبسوطه جدا ان انا اصلا اول مره اجي بورسعيد واتكرم فيها، واول مره اشوف شعبها شعب كريم جدا ومضياف وشعب طول عمره يعني صاحب بطولات، وعزائي طبعا لكل شهداء بورسعيد ومجزره بورسعيد، ويا رب دايما ما نشوفش حاجه وحشه ابدا. بس انت تقول ايه ان التكريم النهارده بالتزامن مع افتتاح قناه السويس؟ يعني كان طبعا احساس جميل، اصلا هو احساس ان انت تتكرم على عمل عملته، يعني ان انا اتكرم على دوري في مسلسل وش تاني مع النجم حبيبي كريم عبد العزيز، ده بالنسبه لي يعني حسيت ان مجهودي ما راحش هدر، يعني ان الناس شافته وانه طلع للنور وان الواحد تعب وربنا سبحانه وتعالى رضاه يعني. وانا مبسوطه جدا بالتكريم ده جدا، ده يعني اول تكريم يجي لي بعد المسلسل يعني، فالحمد لله. ومع طبعا افتتاح قناه السويس فانا حاسه كده بفرحتين يعني، وفرحه قناه السويس فرحه ملهاش يعني فيش فرحه بعدها في الدنيا يعني، هو وعدت سيدي الرئيس واوفيت وعدك يعني.